تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أخواتي إخوتي، قال أحد الأمريكيين الملحدين وأحسبه من أصل عبري أن عنده أسئلة لا يستطيع أحد من المسيحيين أن يجيب عليها. أحد هذه الأسئلة هو: هل المسيح إله أم إنسان؟ إذا كان المسيح إلها فإنه لا يكذب، وإذا كان المسيح إنسانا فهو يكذب، كما قال صاحب المزامير: أنا قلت في جزعي إن كل إنسان كاذب. يعني المسيح إنسان، إذن حاشا وكلا المسيح كاذب، وبما أنه كاذب فلا يستطيع أن يكون إله. إذا أردنا أن نفرض جدلا أن المسيح كان كاذبا، فهنا ممكن أن نؤكد إنسانيته أو بشريته وأن ننكر ألوهيته. إذن على الأقل المسيح إنسان. إذا فرضنا جدلا وإذا قبلنا جدلا أنه كإنسان كان كاذب، ولكن هل المسيح حسب شهادة الإنجيل المقدس، بل حسب شهادة أعدائه من الوثنيين وأعدائه من اليهود، هل كان كاذبا؟ أو هل الإنسانية تعني بالضرورة الكذب والخطيئة؟ ما تقوله الرسالة إلى العبرانيين واضح، أن المسيح جرب مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، ليكون شبيها بإخوته البشر في كل شيء ما عدا الخطيئة، وعلى أساس ومن أسس الخطيئة الكذب والأنانية. إذن حسب الكتاب المقدس الذي نحن به مؤمنون، السيد المسيح هو إله حق وإنسان حق، لا يوجد تناقض بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإلهية تستطيع أن تأخذ الطبيعة الإنسانية، ولكن التناقض موجود بين قداسة الله وعدم قداسة الإنسان. أما إذا اتحدت مع الطبيعة الإلهية إنسانية قديسة، كما اعترفت بذلك الشياطين بقولها ليسوع الناصري: ما لك ولنا يسوع الناصري، أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله. إذن المسيح الإنسان الذي لم توجد فيه خطيئة ولم يوجد على لسانه مكر، المسيح الإنسان الذي تحدى معاصريه: من منكم يثبت علي خطيئة؟ من منكم يبكتني على خطيئة؟ وطبعا من أسس الخطايا الكذب. هذا هو الإنسان، هذه هي الإنسانية الكاملة التي لا مانع أن تتحد مع الطبيعة الإلهية، كما نقرأ في يوحنا 1:1-14: إن أرخي إن أولوغوس كي أولوغوس إن بروستون ثيون كي ثيوس إن أولوغوس، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة هو الله، أو إلها كان الكلمة. إلها يعني للتشديد، للتوكيد، يعني الكلمة هو الله. والآية 14: والكلمة صار جسدا. حتى الكلمة اليونانية هي ساركس، يعني لحم بشر، والكلمة أسمى ما في الوجود، صار لحما بشرا وسكن بيننا، وقد رأينا مجده وأخذنا منه نعمة على نعمة. أما في كولوسي 2:9 فنقرأ عن المسيح ماذا يقول عن المسيح: إن أو كاتيكي بان تو بليروما تيستيوتيتوس سوماتيكوس، الذي يسكن فيه
جسديا كل ملء اللاهوت. نلخص الفكرة أخواتي إخوتي، أنه أنت تعترض أيها الأمريكي الملحد، أنت تعترض على أن بقولك أن إنسانية المسيح تعني بالضرورة الكذب، أنت تقول أنك تستند إلى الكتاب المقدس. يجب أن تأخذ الكتاب المقدس العهد الجديد كله الذي يقول عن المسيح أنه كان بشر، روميا فصل 9 آية 5، المسيح من نسل داود أو من الآباء كتا تسركا، أي حسب البشر، حسب اللحم، حسب الجسد. أيضا الرسالة العبرانية بتقولنا عن المسيح وفي أيام بشريته رفع الصلاة والدعاء بدموع زوارف. هذا إيش؟ المسيح الإنسان في أيام ضعفه البشري. الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس بتقول إنه يسوع صلب ضعفا، ضعفا بالعربي مفعول لأجله، يعني بسبب ضعفه، بسبب ضعفه البشري. إذن المسيح مات بسبب الضعف البشري، جاع، عطش، تألم، جلد، نال الذل، الهوان، كما نقرأ أيضا التنبؤ في أشعياء 53، ولكن لا خطيئة. إذن هذه الطبيعة البشرية المنزهة عن الخطيئة لا مانع فكري فلسفي لاهوتي أنها تكون متحدة مع الطبيعة الإلهية، فيه يسكن كل ملء اللاهوت جسدياً.